وصلنا مع حضراتكم للإعلان عن جائزة أفضل لاعب من النادي الأهلي في خلال شهر يناير، وده طبعا طبقا وتبعا لاختيارات جماهير النادي الأهلي اللي أعتقد أنها اتفقت على مدى عطاء النجم الحاوي وليد سليمان الحقيقة اللي حقق 6 نقاط، وده كان أعلى رصيد من النقاط يحرزه لاعب النادي الأهلي على مدار كل المباريات اللي لعبها النادي خلال شهر يناير. وليد سليمان حاز على 6 نقاط في كأفضل لاعب اختاره جماهير النادي الأهلي في مباراتي سوني داب والإنتاج الحربي. ولما نبص الحقيقة لأرقام وليد نقدر نعرف أنه هذا اللاعب صاحب قيمة كبيرة جدا وقدر كبير جدا من العطاء رغم الحقيقة قلة المشاركة. خليني أقول لحضراتكم أنه معدل الدقائق اللي لعبها وليد سليمان، لعب 5 ماتشات، معدل المشاركة كانت 58 دقيقة، قدر يحرز 4 أهداف وقدر يصنع هدف واحد، نسبة التصويب على المرمى 10 تصويبات منهم 5 بين الـ3 خشبات، التمريرات الصحيحة عدد التمريرات 109 منها 89 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 83%، التمريرات البينية 5 والمراوغات 5 مراوغات منهم 3 مراوغات صحيحة. مبروك وليد سليمان.